من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الجيم والهاء والدال جاهد أو جاهد مقصود به هي بذل الجهد في الأمر، والمجاهدة مفاعلة، مفاعلة من بذل الجهد في تربية النفس وفي تأطيرها على ما ينفعها. نعم. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم، ندلهم على الطريق الموصل إلى الخير. نعم. وإن الله لمع، لأن الهداية أنواع: هداية الدلالة والتوفيق، وهداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق إلى الإيمان. دليل ذلك هذه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ودليل الثانية: إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت، اليقين هنا بمعنى الموت. نعم. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني أكثر من عبادته تبارك وتعالى. تبتل يعني يعني تعبد إليه تعبدا شديدا كثيرا. نعم. أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وأعظم أجرا. نعم. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الخير هنا بمعنى المال. خير هنا بمعنى المال. قال الله عز وجل: إن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا الوصية يعني إن ترك مالا. نعم. وآيات في الباب كثيرة. يرحمه الله. نعم. وأما الأحاديث، الحديث رقم 96. فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قال. نعم. إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب لي عبد بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببه. حتى أحبه. حتى أحبه. فإن أحببته. فإن أحببت. فإن أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به. نعم. فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يسمع به. يسمع به. وبصره الذي يبصر به. نعم. ويده التي يبطش بها. يبطش بها. ورجله التي يمشي بها. وإن سألني أعطيته. وإن سألني أعطيته. وإن استعاذني. ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن سألني لأعطينه. وفي رواية: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم. رواه البخاري. نعم. آذنته. طيب، هذا حديث قدسي، وهذا حديث عظيم في بابه. قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجعل لهم شرطين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وهذه الآية من فوائدها أن الله عز وجل أخفى أولياءه في عباده، فلا يعلم أي العباد لله وليا، كما أخفى جنته في طاعته فلا تعلم أي الطاعات توجب الجنة. وليس الولي هو من جعل له ضريحا، أو من جعل له مقاما، أو من جعل له مقرا، أو من جعل له مزارا، أو من جعل له مريدين يحفون حوله ويقبلون يديه ويظهرون مثل هذه المظالة ترون في بلاد المسلمين. هذه زندقة وليست لله بولاية. وأعظم الأولياء عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين بأبي هو وأمي أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما جاء في الصحيح: ما كان يرضى بمثل هذه الأشياء، بل ما كان يرضى أن يقوم الصحابة له، ولا كان يرضى أن يسجد الصحابة له رضي الله عنهم وأرضاهم، فضلا عما ترونه الآن من أن أحدهم يخرج عذرته ليأكلها مريدوه، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يأتون إلى مزاره اختلاطا نساء ورجالا ويسجدون إليه، بل ومنهم من يحبو حتى يصل إليه ليقبل رجله. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، ليس من الدين في شيء.
قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب عليهم السلام. وهذه تريح أولياء الله من أهل الدين والسماحة والسنة والسلفية أن ما من أحد يعادي أولياء الله عز وجل إلا وينماع كما ينماع الملح، إلا وترى فيه آيات الله ومعجزاته في الدنيا أو في الآخرة. فقد آذنته بالحرب، قال آذنته يعني إيش؟ يعني أعلمته، يعني لا محالة سترد آيات الله فيه. وأن الله عز وجل يقول لك يا أيها الرجل لا تؤذي أولياء الله فإني أعلمتك وأعلنت لك أني سأحاربك. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في آية الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية. قال ابن عباس من فعل الربا فليشر سيفه وليحارب ربه، ومن يقدر على هذا؟ من يستطيع على ذلك؟ نسأل الله العافية والسلامة. هذه نقطة لكي يستريح الأولياء الله عز وجل وأهل الديانة والسنة والسلفية لا يخشون شيئا، يرون آيات الله عز وجل طال الزمن أو قصر. وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أكد الأشياء أنك تؤدي إيش؟ الفرائض. لا تفرط في الفرائض وتقول أنا أقوم الليل، تترك صلاة الجماعة وتقول أنا أقوم الليل، تجمع الصلوات مع بعض وتقول أنا أقول لك لا، الله طلب منك الفريضة أول شيء، هي المؤهلة للنافلة. وأعظم قربة تتقرب إلى الله عز وجل الفريضة، التوحيد أولا، الصلاة الخمس، الزكاة، صيام رمضان، الحج المفروض، هذه الفرائض اللي ربنا كتبها عليك يطلبها منك. وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. ثم بعد ذلك ثالثا تأتي بعض الفرائض النوافل، ولا يزال، هذه تدل على الاستمرارية، لا النافية بعدها فعل مضارع تدل على الاستمرارية والديمومة. إذن معناها ربنا بيقول لك يا عبدي استمر على ما أنت عليه، ركعتان في جوف الليل تحافظ عليها أحب من أن تقوم يوم وتترك بقية الدنيا القيامة. اثنين وخميس أحب إلي من صيام يوم إفطار يوم شهر تمشي وبعدين تنقطع، ثلاث أيام من كل شهر أحب إلي من اثنين وخميس ثم تصوم أسبوع وتبطل بقية الأيام. عند الترمذي كان عمله ديمة، وفي رواية عن عائشة إذا عمل شيئا أثبته. تعلموا هذا يا إخواني، أحب الأعمال الله أدومها وإن قل، هكذا ترتب النفس. يقول الإمام سعيد كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى. ويقول يا محمد في المغني أحب إلي من المسلم أن يكون له ورد من صلاة بالليل والنهار، فإن نشط زاد فيها قراءة وإن كسل خففها، لكن لا يتركها. سيبهاش، ما تسيبها إذا عندك نشاط. ولذلك سبحان الله تقول إحدى النساء كنت أقوم الليل، فوالله سؤال كان للشيخ المنجد يقول كنت أقوم الليل 10 آيات وأنا الآن حامل أقوم الليل 5 آيات، فهل إن الله عز وجل كرهم بعافي؟ شوف المراكز يعني تقوم الليل 10 آيات كل 3 أيام تختم القرآن، تقول أنا الآن حامل فما أقدر 10 أجزاء أقوم 5 أجزاء، فهل معنى ذلك إن الله عز وجل غضبان علي إنه سبحان الله إحنا الآن نقوم له 5 أجزاء ولا حتى 5 صفحات؟ وأنا بحاجة لله عز وجل يعني أن يعافينا وأن يعافينا وإياكم. إذن تحافظ على النافلة، والنافلة هنا تفيد الاستغراق. وما تقرب عبدي أحبه ولا يزال عبدي تقرب إليه بالنوافل، كل أنواع النافلة من الصدقة بعد الزكاة، ومن الصيام النافلة بعد المفروضة، ومن الصيارات النافلة بعد إيش المفروضة، والحج النافلة بعد المفروضة، والعمرة النافلة بعد الواجبة، كل النوافل، كل ما يأتي معنا كلمة نافلة أنت تفعلها. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن معناها فرائض زائد نوافل تساوي محبة إيش؟ محبة الله عز وجل. هذه المعادلة، هذا الإنبوت والأوتبوت، مدخلات ومخرجات، فريضة ونافلة تديك توصلك ليش؟ لمحبة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصلت لهذه المرحلة ستكون عبدا ربانيا، ترى بنور الله، تسير بنور الله، تبطش بنور الله،
تسعى بنور الله، كنت سمعه الذي يسمع به. إذن ستتأفف، ما في شيلات، ولا تقول لي دف ولا ما دف، ولا تقول لي أصل هذه فيها أصوات مبتكرة من الإنترنت وليست الكمبيوتر، ما هي إيش، ما هي إيقاعات وليست أصوات إيش حقيقية. تتأفف خلاص يا أخي، أنا أسمع القرآن، أنا هذا السمع سمع رباني، لم يعد خلاص للنفس فيه مجال ولا للشيطان فيه نصيب. لذلك إن وجدت أنك أنت داخل في الشبهات، إذا لسه مرحلة الحب ما وصلت إليه. الإسبال، أصل الشيخ فلان قال، اللحية والله أصل أنت عارف فيها، أنا البرستيج ممنوع. كنت في مرة في أحد العمرات، واحد من الشاب كده ماسك من هنا، قلت له ما تروح تحلق ولا تقصر عند الحلاق. قال يا شيخ أنا سيلز ريبريزنتاتيف. قلت مع مين ده بقى؟ قال يعني مندوب مبيعات، والبرستيج لازم، ما ينفعش أروح أطلع أدخل على الكاستمر على العميل وأنا أصلع. يتكني لا فيك في مندوب المبيعات، بتبيع وبتتنيل علينك فيه. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم يا أخي. يقول لنا مندوب مبيعات، مندوبين ده بكرة ممكن يقول لك اتفضل get rid of، يلا اطلع برا، kick off، يلا terminated، أحلناك إلى التقاعد، روح دور لك وظيفة أخرى. إذا خلك مع الله عز وجل، تعلم الوظيفة التي بلجها خلقك الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه نقطة يا أخوان، نقطة مهمة. إذا وجدت نفسك إن أنت عين في الشحمة وعين في اللحمة وتراوح مكانك، مرة تتقدم مرة تأخر، إذا ما وصلتش لمرحلة الحب. اشترى رجل جارية فكانت تقوم الليل، هو يقول لها أنا أبغى أقوم ماني قادر، تقول له لو أحبك ربك لأقامك. لسه ما وصلتش لمرحلة دي. الحسن البصري باع جارية، لما جاء الليل قالت أيها الناس الصلاة، قالوا الفجر أدن، قالت له أنت ما تصلي غير الصبح بس، قالوا أيها أنت إيش بك أنت بلشتينا، قالت إنكم قوم سوء، ردوني إلى الحسن إلى أبي سعيد، فقعدت أقعد معكم هنا. أنا هناك الرجل طول الليل عنده قيام وعنده ورد. في ناس تقوم الليل بس هو قام الليل على الواتس، شغال على الواتس والتليجرام، خلص دخل على اليوتيوب، كمل دخل على الانستجرام، راح على سناب شات، طول الليل شغال ما ينام أبدا، مشغول بهذه وسائل التقاطع اللا اجتماعي. الوتر يا شباب جنة الدنيا، عم تقوم تصلي انت طيب، من وراء الكيبورد تقول الوتر مش الوتر، تقوم تصلي انت طيب، زق الله غير. يعني حقيقة شيء يا اخوان عجيب غريب سبحان الله. يجلس بالساعات ويقسو عليه ويشق عليه 20 دقيقة يختم فيها جزء من ايش؟ من القرآن. الجزء يختم 20 دقيقة بس. اول ما يصحى كده يمسح عيونه كده على طول ويروح يداعي، يشوف الناس مين رسل ومين ما رسل اول شيء، وعلى طول ويك 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 شغال دجاج رايح ودجاج جاي، حظيرة دجاج ويك 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 ويك، ابحث امسك الفروج هذا الصوص اللي جاري، ترحمني شوي، الله يرحم امك ويرحم ابوك ويرحم الدنيا كلها يا اخي. خلاص مره يا اخي طلع يا اخي الجوال يا اخي وخليه على الصامت، والله في مره ولا 20 مرة في المسجد واحنا في الصلاه تحصلها من فين ومن فين، واحد من هنا واحد من هنا واحد، تفرق دمنا بين القبائل. والذين يؤذون المؤمنين والمؤذين غير ما اكتسبوا، انت كده اذيت الناس اللي بتصلي، ممكن واحد يدعي عليك في الصلاه يا اخي. مره واحد مدري برزنتيف مندوب طبي، قلت له بالله لما تدخل على الدكتور عشان تقعد تعرض له كده الامبسيلين والامبسيلين الأدوية دي، قال بخلي الجوال في السيارة أفضل، ما أخذه معايا، أنا ما نفكر أصلا أخذه معايا، برميه في السيارة أصلا. ده أنا صدقت ما أداني ربع ساعة عشان أعمل له إيش بروموشن للدواء، وصدوا ده بيصرف البطن ويطلع من الكيلية وينزل هنا وده عشان البكتيريا بيقتلها، وفي الآخر أخذ الدواء لا تبوت أنت والدواء، ولا استفدت منه ولا حاجة. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ما يشوف الحرام خلاص، ولا هو كل مرة حاطط لي صورة شكل عنده في الواتس ولا في الفيس والكلام الفاضي هذا، ولا قاعد بالمسلسل لمسلسل، لأنه خلاص أصبح بصره ربانيا يرى بنور الله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. يا أخي عنترة، تعرفون عنترة يقول إذا تبدت لي جارتي تواريت عنها حتى يواري جارتي مأوى. أنا ما أطالع له، هذا عنترة، هذا في الجاهلية
بارك انت ربنا امرك انك انت لا تنظر ذاك الخير ويده التي يبطش بها. من يقول لك يا اخي هو اختلس هذه لكم ودي اهديت الي. والله حتى سالني قال لي يا شيخ عندنا ادويه بتاع الصيدليه قال لي نزل لي الدواء لك في كل علبه 20 هلله. ايه الحكم؟ قلت له دي محتاجه حكم دي صحت في بطنك وبطن الصيدلي. فتلقى سبحان الله يخاف من الحرام يده التي يبطش بها ما يدخل على حرام ابدا ولا تمس يده لحرام ابدا ورجله التي يسعى بها ما يروح لحرام. عروه بن الزبير لما استؤصلت ساقه وهو في الصلاه نظر اليها وقال اللهم انك تعلم انها لم تسعى الى حرام قط. يا رب انت تعلم ان عمره ما راحت لحرام رجلها. فقالوا ربما جزء منك سبقك الى الجنه. شوف ازاي وكنت رجله التي ولئن سالني اعطيته. وفي روايه لاعطينه بالمشدده باللام والنون الثقيله ولئن استعاذني لاعيذنه. اللهم اني اعوذ بك من كذا على طول الاجابه نازله سريعه. يعيذه ربنا عز وجل والعوذ هو اللج اليه. يعيذه ويقيه ربنا تبارك وتعالى. كن عبدا ربانيا يعبد الله لك كل شيء. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.